أحيانا في بعض الأوقات ومن ضمن أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه يكون هناك مستوى عالي للقلق. للأسف يؤثر هذا المستوى العالي للقلق على أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه ويجعلها أسوأ. من بعض التدخلات المفيدة للتعامل مع القلق، أولا التعرف على الأفكار المسببة للقلق، فحصها والتأكد منها واقعية، وإذا كانت غير واقعية المفروض الشخص يقوم على تعديلها لأفكار واقعية أكثر. وأيضا أحيانا يحتاج أنه يشتغل على موضوع حل المشكلات أو كيف أنا الآن أواجه مشكلة حقيقية لازم أشتغل عليها. أيضا هناك فنيات أخرى تسمى تمارين الاسترخاء، منها تمارين الاسترخاء العضلي أو تمارين الاسترخاء التنفسي أو تمارين الاسترخاء التخيلي، جميعها بإذن الله ممكن تكون مفيدة لموضوع التعامل مع القلق.